Hi everyone, and welcome to Mind Fitness YouTube channel. In this video, I will talk about the best mother baby immunity provider at all, which is breastfeeding. English Arabic translation, so let's be aware. السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في قناة Mind Fitness, قناة إبداع التميز بدون قبعة وانحياز. في هذا الفيديو سأتحدث حول أفضل مزود الطاقة لكل من الأم والرضع على الإطلاق, ألا وهي الرضاعة الطبيعية. موضوع حصري من إبداعي الخاص باللغة الإنجليزية, ولهذا سأحاول ترجمة المعنى إلى اللغة العربية فقط من أجل تسهيلي وتعميم الفهم على كل مستويات. So if you like this video, please subscribe to my channel and remember to activate the bell icon to get a notification about any new video. And please share it with your friends and write a comment below this video. And thank you very much. إذا أعجبك هذا الفيديو فحاول الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس كي تتوصل بكل جديد مباشرة إلى الإيميل الخاص بك, وحاول أن تضغط على زر الإعجاب لايك لدعم هذه القناة, ولمعنى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك عن طريق الضغط على زر شير أو اشتراك أو مشاركة. ولكن ما يهمني هو أن تترك لي تعليق تحت أسفل هذا الفيديو, عبارة عن نصائح إرشادات, ولكن ما يهمني هو الانتقاد. الانتقاد هو الذي يساعد الإنسان على تصحيح الأخطاء وتطوير يعني ما هو صحيح, والنتيجة تكون يعني أفضل. ولكم جزيل الشكر. فاصل ونواصل. So if you want to read this topic, all you need is to browse my website entitled Mind Fitness, which link is rafitnessing.com, and look for this title, The Best Human Immunity Provider Breastfeeding. إذا أردت أن تقرأ هذا الموضوع باللغة الإنجليزية فما عليك أن تتصفح موقعي كفاءة فكرية الذي رابطه هو rafitnessing.com, وأن تبحث على هذا العنوان The Best Human Immunity Provider Breastfeeding. So let's go. In conform with the recommendation of the World Health Organization, Rosraxxed breastfeeding provides about the same baseline health impacts on both the mother and her baby. حسب توصيات منظمة الصحة العالمية فإن الرضاعة الممتدة تزود كل من الأم والرضع تقريبا بنفس التأثيرات الصحية الإيجابية. يعني توصيات ديال منظمة الصحة العالمية اش كتقول, وحنا ما محتاجينش لهاد التوصيات, حنا عندنا التوصيات الطبيعية ديالنا, التوصيات الفطرية ديالنا ديال الطبيعة الإنسانية اللي كتقول لك بأن الرضاعة الممتدة ديك المدة كلها حولين كتفيد الطفل والرضع, الرضع والأم جوج بهم كتفيدهم صحيا تقريبا بنفس الفوائد. راه ما كتفيدش غير الطفل الرضيع, كتفيد حتى الام, كتحافظ على الجسم ديالها وكتبني لها المناعه وما كتشوهش الجسم. هذه مغالطات رضاعه, يعني اللي بغينا نقولوا كتزيد المراه جمالا. Breast milk is the best newborn milk that isn't solely the baby's food, but it is also the baby's jump start to own immunity, autonomy, emotional developments, intelligence, and future outcomes. حليب الأم بالنسبة للمولودين الجدد ليس فقط طعاما, ولكن هو يعني قفزة نوعية بالنسبة للرضع نحو المناعة والاستقلالية والنمو العاطفي والذكاء وكل الفوائد المستقبلية. The impact of breastfeeding that is based on the best formula milk for breastfeed babies extend throughout all of childhood, not just infancy, and even into adulthood. التأثير الذي تخلفه الرضاعة الطبيعية التي تنبني على حليب يضم مكونات طبيعية من ثدي الأم
لا يقتصر فقط على على الفوائد في فترة الرضاعة، ولكن يمتد إلى فترة الطفولة وفترة البلوغ وفترة الرشد، يعني فوائد ممتدة على طول حياة الإنسان. Please stay close, I will back soon. واصل ونواصل. Breast milk builds the immune system properly. كيف يمكن لحليب الأم الطبيعي أن يبني جهاز المناعة بشكل صحيح؟ Breast milk contains thousands of ingredients that build the baby's body systems and foster disease and infections. حليب الأم الطبيعي يحتوي على آلاف المكونات التي يمكنها بناء كل أجهزة جسم الرضيع، وكما يمكنها إحباط كل الأمراض وكل الالتهابات. يعني الرضاعة الطبيعية حليب الأم يحمي كيبني في واحد المكونات اللي كتبني كل أجهزة الجسم ديال الطفل والرضيع ولا الرضيع، وكتحميه من كل الأمراض وكل التهابات. أي contains antibodies, antivirus, anti-allergies and anti-parasites. حليب الأم يحتوي على مضادات الأجسام ومضادات الميكروبات أو مضادات الفيروسات ومضادات الحساسية ومضادات الطفيليات. يعني الحليب ديال الأم كيحتوي على واحد المضادات قوية جدا، يعني ضد الأمراض، ضد الفيروسات، ضد الميكروبات، ضد الأوهام، ضد المغالطات، ضد كل شيء. B reduces the danger of sudden infant death syndrome. C حليب الأم يقلل من خطر الموت المفاجئ للأطفال، من خطر متلازمة الموت المفاجئ للأطفال. C protects over the lifetime from pressure, cholesterol, cancer, diabetes and avoid the poor, etc. حليب الأم يحمي على طول حياة الإنسان، يحميه من الضغط العصبي أو التوتر، من اضطراب الكوليسترول، من السرطان، من السكري ومن السمنة إلى غير ذلك. D protects from ear infections, metastasis, urinary tract infections, epithelium ducts difficulties, allergies, etc. يعني الأم يحمي من التهاب الأذن ومن الأورام الخبيثة ومن اضطراب الجهاز البولي ومن اضطراب الغدة الدهارية ومن الحساسية إلى غير ذلك. E provides an all immunities that mothers have spent their lives developing, particularly immunities against prevailing disease within the immediate environment, etc. حليب الأم يوفر كل المناعات التي تعمل الأم بكل جهد على توفيرها من أجل حماية الرضيع من الأمراض المنتشرة، وخصوصا من تأثير البيئة المحيطة، تأثير سلبي إلى غير ذلك. Exclusively breastfeeding coats the child's GI tracts and prevents the access of harmful pathogens into the body. وحصريا فإن الرضاعة الطبيعية تحمي الجهاز الهضمي للرضيع من تسرب كل مسببات الأمراض إلى جسده. يعني هذه الرضاعة الطبيعية كتحمي الجهاز الهضمي ديال الطفل من تسرب ذوك الطفيليات والميكروبات للجهاز الهضمي وكتحميه من الأمراض. G extended breastfeeding for at least 1 year ideally 2 years reinforces the child's immune protection. الرضاعة الطبيعية الممتدة على الأقل لسنة والأمثل سنتين أو حولين
تقوي جهاز المناعة لدى الطفل. So please stay close to your box on. واصل ونواصل. Our breast milk changes with the growing nutritional needs of the baby. كيف يمكن للرضاعة الطبيعية أن تتغير بحسب نمو الحاجيات الغذائية للرضيع؟ Breast milk contains all the nutrition any baby needs for development throughout the first 6 months of life. حليب الأم الطبيعي يحتوي على كل الأغذية التي يحتاجها الرضيع من أجل النمو خلال فترة 6 أشهر الأولى من حياته. Even after the end of those 6 months, breast milk still provides further nutrition and immune system conservation. كما أن الرضاعة الطبيعية تزود الرضيع بمواد غذائية إضافية وحماية وتقوية للجهاز المناعي للرضيع ولو بعد 6 أشهر. A. It contains a lot of carboxylic acid chains including DHA, ARI, thus the brain needs to grow. حليب الأم يحتوي على حامض الكربوكسيليات أي مركبات قطبية تقوم بتكوين روابط هيدروجينية بين الجينات الذي يلعب دورا كبيرا في نمو الدماغ لدى الرضيع. B. Provides hormones, growth factors, enzymes, vitamins, minerals, carbohydrates, fats, proteins, and water. حليب الأم يوفر الهرمونات وعوامل النمو والأنزيمات والفيتامينات والمعادن الطبيعية والكربوهيدرات والدهون والبروتينات والماء إلى غير ذلك. يعني الحليب الطبيعي حليب الرضاعة الطبيعي يوفر كل شيء كل الحاجيات التي يحتاجها الرضيع. C. Changes in composition throughout everyday mother's meals from feeding to feeding help adapt the baby's requirements. التغييرات التي تحدثها الأم في وجباتها اليومية تؤثر إيجابيا على حاجيات الرضيع. The contents of breast milk are specially designed to satisfy the particular needs of each baby. المكونات التي يحتوي عليها حليب الأم هي موجهة خصيصا من أجل تلبية حاجيات خاصة لكل رضيع. So how breastfeeding enables the baby to manage his own body and feedings. إذن كيف يمكن الرضاعة الطبيعية تحفيز الطفل لتسيير حاجياته الجسدية وحاجياته الغذائية؟ يعني الرضاعة الطبيعية عندها واحد الدور ما كنعرفوهش وما كنفهموهش. ديك الرضاعة الطبيعية كتجعل الرضع يوازن دوك الحاجيات ديالو الجسدية ويوازن حتى التأثير ديالها على الجسم ديالو الداخل ديال الجسم ديالو. As the mother's breast, the baby controls the volume of every mouthful. خلال فترة الرضاعة الطبيعية وخلال لحظة الرضاعة يقوم الطفل بمراقبة الجرعة التي يأخذها من ثدي أمه. يعني الطفل في ديك الفترة ديال ديك اللحظة ديال الرضاعة كيعرف القدر اللي خصو يرضع ديال الحليب. كيدير واحد كيراقب كيدير واحد الموازنة. In addition, he can regulate what proportions he gets and can pause once he feeds full. في لحظة الرضاعة فإن الرضيع يقدر على موازنة يعني الكمية التي يأخذها ويمكن أن يتوقف على الرضاعة حينما يحس بالشبع. يعني الطفل الرضيع من اللي يكون يرضع من البزولة ديال أمه يعرف يكون يأخذ ذلك القدر اللي خاصه اللي محتاج ليه
وكيعرف بوقاش يتوقف ملي كيحس براسو بانه شبع شي حاجه اللي معجزه. This is the best tasting formula for breastfeed babies. إنها أفضل وصفة للرضاعة بالنسبة للأطفال الرضع. This enables the baby to grow in autonomy over his own nutritional needs and to be told the way to decrypt his bodily needs. إنها أفضل شيء لتحفيز النمو الطبيعي للطفل ونمو استقلالية الطفل اعتمادا على احتياجاته الغذائية التي يفطن لها بسبب احتياجاته الجسدية. However, bottles perpetually drip milk into the baby's mouth which undermines the flexibility to self-regulate feedings. في المقابل فإن قنينة الرضاعة الصناعية تفرغ الحليب في فم الرضيع بدون يعني انتظام وبدون يعني رقابة، وهذا الأمر يعني يغيب الليونة في موازنة احتياجات الرضيع للمواد الغذائية. Breastfeeding baby develops sturdy facial muscles that align jaws with teeth within the growing baby. الرضاعة الطبيعية تساعد الطفل على تنمية عضلات الوجه بشكل قوي في موازنة مع نمو الفكين والأسنان خلال فترة النمو. شي حاجة اللي معجزة، يعني الرضاعة الطبيعية كتساعد الرضع باش ينمي العضلات ديال الوجه بصفة عامة وينمي وحتى الفكين هادو كيتنموا والأسنان كذلك، شي حاجة اللي معجزة. How breastfeeding relates naturally with positive outcome later in life. ما هي علاقة الرضاعة الطبيعية بالنتائج الإيجابية في مستقبل حياة ذلك الرضيع؟ The band that mothers develop with their babies thanks to breastfeeding leads to higher emotional development and stability. الرابط أو الصلة التي تبنيها الرضاعة الطبيعية بين الأم والرضيع تؤدي إلى بناء عاطفة قوية واستقرار لدى الطفل الرضيع. The act of breastfeeding and skin-to-skin contact release the serotonin and oxytocin hormones in both the mother and the baby. الرضاعة الطبيعية واللقاء يعني الجسم مع جسم، جسم الطفل الرضيع مع جسم الأم، يؤدي إلى إفراز هرمون السيروتونين وهرمون الأوكسيتوسين في جسم الأم والرضيع على حد سواء. وكما تعلمون السيروتونين هو هرمون كيوفر السعادة والحيوية والنشاط، والأوكسيتوسين كيساعد الأم في فترة الولادة على الولادة بشكل طبيعي. This sublime praxis establishes a powerful emotional bond between them. هذه الممارسة السامية تؤسس علاقة عاطفية قوية بين الأم والرضيع. In addition, breastfeed babies are protected against psychological problems, behavioral disorders, and addiction troubles. إضافة إلى ذلك، فالأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية هم محميون ضد الاضطرابات النفسية، اضطرابات السلوكية، اضطرابات الإدمان إلى غير ذلك. They have a tendency to have a higher intelligence level and live in emotional security than babies who are not breastfed. الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية لهم ميول كبير إلى الحصول على مستوى ذكاء عالي جدا وأمن عاطفي واستقرار عاطفي كبير، عكس الأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية. يعني الأطفال اللي رضعوا
رضاعة طبيعية، كيكون عندهم واحد استقرار عاطفي، ذكاء قوي، توازن نفسي. لكن الأطفال اللي رضعوا رضاعة صناعية غالبا كيكونوا عرضة للأمراض، اضطرابات نفسية، إدمان، اضطرابات سلوكية، أي حاجة يمكن لك توقعها توقع عندك الطفل اللي رضع رضاعة صناعية، اللي رضع بدك الحليب الصناعي. In case while there is new milk in the mother's breast due to health disorders, it's worth using natural cattle milk, goat, cow, camel, which is a formula closest to breast milk. But in a condition that the cattle should be naturally raised. في حالة تعذر وجود الحليب في صدر أو ثدي الأم بسبب بعض الاضطرابات الصحية، وهذه الاضطرابات كتكون بالمواد الصناعية، المواد الغذائية الصناعية، من الأفضل الاستعانة بحليب الأبقار والماعز والناقة، لأنه أقرب حليب إلى حليب الأم. ولكن بشرط أن تكون هذه الأبقار وهذه الماعز وهذه الناقات قد تربت تربية طبيعية، يعني تربت تربية طبيعية وتعلفت بمواد طبيعية. Breast milk is the best medication for all babies, together with the premature. حليب الأم أو حليب ثدي الأم هو أحسن علاج لكل الأطفال، وخصوصا الأطفال الذين يزادوا قبل الأوان. Premature. It's good to know how breast milk advantages premature babies. ولهذا من المهم أن نبحث عن فوائد الحليب الطبيعي بالنسبة للأطفال الخداج، يعني الأطفال اللي زادوا قبل الأول. Mother's body automatically manufactures milk that is exclusively designed to nourish her preterm baby. وفي الغالب فإن حليب الأم موجه بالخصوص وبصفة أكبر إلى الأطفال الذين يزدادون قبل الأول. Breast milk enhances a premature baby's immune system defenses, digestion, brain developments, mind optimizations, and overall growth. حليب الأم يزود ويقوي مناعة الأطفال الخداج أو الأطفال المزدادون قبل الأوان، وينمي جهازهم المناعي الدفاعي، وينمي جهازهم الهضمي، وينمي الدماغ والمخ على حد سواء، ويساهم في النمو بصفة عامة. Breast milk helps to forestall infection and even death with premature babies. الرضاعة الطبيعية تساعد على إحباط الالتهابات وإلى الحد من الوفاة بالنسبة للأطفال الخداج، يعني يحد من الوفاة بالنسبة للأطفال المزدادين قبل الأول. So if you like this topic and this video, please subscribe to my channel and remember to click the bell to get a notification about any new video. فإذا أعجبك هذه الفيديو وهذا الموضوع الحصري باللغة الإنجليزية، فمرحبا بك كمشترك في القناة، وتذكر تفعيل خاصية الجرس كي تتوصل بكل جديد. والمرجو أن تترك لي تعليق أسفل الفيديو، نصائح، إرشادات، انتقاد حول الطريقة، حول المعلومات، حول تقنيات التصوير، حول الإضاءة، أي شيء أنا أرحب به بكل صدر رحب. والهدف هو الانتقاد هو المهم، لأن الانتقاد هو اللي كيساعد الإنسان باش يصلح الأخطاء ديالو ويطور العمل ديالو ويكون المنتوج مستوى تطلع المتتبع. ولكم جزيل الشكر.